أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إنه ليه دايماً بيقولوا إنه لما تعدي أول سنة ولما تعدي تالت سنة ولما تعدي سابع سنة، إيه فكرة الأولى والتالتة والسابعة؟ ليه ده؟ أنا شخصياً قد أفتى من قال لا أعلم، خلاص؟ لكن الناس اللي عملوا التجارب في علم العلاقات وعملت أبحاث اكتشفت إن طبعاً السنة الأولى دي سهلة جداً، يعني السنة الأولى يعني مثلاً دلوقتي بقى لي مع حضرتك قد إيه دلوقتي؟ كل اسبوع تقريبا معديين السنه من ساعه بدايه البرنامج تقريبا داخلين على سنه. هل احنا دلوقتي بقينا بنفهم بنتكلم مع بعض زي الاول؟ لا، احنا بقينا بنفهم بعض بالكلام خلاص. اكيد صحيح. لما دخلنا مع بعض واتكلمنا في الحلقه اخذنا 30 ثانيه بس. لكن بقينا بنفهم بعض بالايه؟ بالكلام. طيب اول مره بنقعد انا افهمك انا وافهمك بالظبط، نقعد نتكلم وتبدا انت عايز تكتشفي عمرو جيران. طب في الاخر علاقتي بيكي ايه؟ بتبدا يوم الاثنين قبل الهوا بخمس دقائق وبتنتهي بعد الهوا بدقيقه، وبتقابل الاثنين اللي بعد. طب ما بالك بقى واحنا اثنين هنقعد مع بعض في بيت واحد، هناكل اكل واحد وهنشرب شرب واحد. مثل بسيط جدا بيقوله الراجل الطبيعي الغير مثقف في الشارع، مثل التيل لما بيطبع على الفرامل. التيل جديد والفرامل والعربيه، بتركبي التيل على الفرامل، الاثنين بيقفشوا مع بعض على طول ولا بيبداوا يطبعوا مع بعض؟ لا بيطبعوا. هي الفكره دي، كل واحد جاي من مناخ مختلف وطباع مختلف. حتى ولو بص يا فندم، حتى ولو كان يعني مثلا تجربه شخصيه انا عشتها مع احد اصدقائي اسمه حسين. حسين ومراته الاثنين ولاد عم، وفضلوا مرتبطين ببعض 16 سنه قبل الجواز. لما الاثنين اتجوزوا رحت انا ببارك لهم في البيت، ده ايام لما كانت مدينه نصر لسه فاضيه، رحت ابارك لهم. ده فين ده ايام 67 عند شركه البترول دلوقتي خالص اصلا. بس كنا احنا مواليد 70 يا شيخ، حرام عليك. يعني المهم فبقول له يا حسين طبعا انت بالنسبه لك مفيش اي فرق، لان جيهان هي بتاعت 16 سنه اللي عايشه معاك في البيت اللي تحت لانها قريبتك. ردت جيهان وقالت بعد الاسبوع الاول اكتشفت ان انا بعد 16 سنه خطوبه وحاجه و20 سنه بنت عمه وعايشين مع بعضنا جوه البيت حاجه تانية خالص. وبدات دلوقتي اكتشف من هو حسين الجديد اللي انا اتجوزته، بدات لسه اتفرج على واحد اول مره اشوفه، ده اللي كان عايش معايا 16 سنه ناكل مع بعض وننزل مع بعض ونخرج مع بعض. لما دخلوا بيت واحد حتى ولو كانوا ولاد عم، حتى ولو كانوا عايشين في عماره واحده، حتى ولو كانوا مرتبطين 16 سنه ما بيشوفوش غير بعض، لما دخلوا مع بعض الطباع اختلفت، لان انا بيتي يختلف عن بيت عمي، نفس الثقافه نفس الدين نفس الخلق نفس كل حاجه، ولكن عادات البيت هنا ولغه الحوار في البيت هنا تختلف عن عادات البيت اللي في الشقه اللي قدامي ولغه الحوار اللي في الشقه اللي قدامي. لازم نبقى عاملين كده، ولكن للاسف الشديد الراجل والست لما بيخشوا عايزين ان هو انتقل من اوضه لاوضه او من مكان لكان من مكان لمكان، هو عايز نفس عاداته وتقاليده بافكاره هو، وهي عايزاه الحياه بنفس عاداتها وتقاليدها بافكارها هي. بس ما بيقدروش بقى يتجملوا يعني في الفتره اللي هي ما قبل البيت، ما قبل دخول البيت بيبقى فيه على طول يعني تجميل، لكن وانس انهم دخلوا بيت واحد ما فيش تجميل بقى، ما فيش اي حاجه. هم ليه بيتجملوا؟ الحاجات كلها على طبيعتها. هم ليه بيتجملوا؟ انا عايز اتجوزك باي تمام. تمام. وهي تقول انا عايز اتجوزك باي تمام. يا اما نتيجه ما يعرف باسم الحب اللي احنا اتكلمنا عليه، يا اما عند بعض الناس يقول لك انا بعد ما اتقال عليا مخطوبه والناس عرفت ان انا مخطوبه هتتفسخ خطوبتي تبقى سمعتي وحشه، وده تفكير غبي جدا، لان انت هتطلقي بعد شويه لو المشاكل ما اتحلتش، وهيتقال عليكي مطلقه وهتخشي في ديلمة اي ورطه اكبر من ورطه دي كانت مخطوبه وفسخت خطوبتها. هيقول لك يا عم انا جبت الشقه وصرفت على الشقه فلوس وعملت بتاع وجبت الشبكه اخسر كل ده علشان خاطر ما اتجوزش، لا ده انا اتجوز احسن، ده عبيط، ده واحد بيخسر فلوس في مقابل انه يخسر حياه. لو اكتشفت اثناء فتره الخطوبه اللي ربنا عملها والمجتمع ابتكرها وعملها علشان خاطر نعرف في الحياه والتعامل اليومي احنا شبه بعض ولا لا.